تشرفت مديرية الحسابات العسكرية هذا اليوم بزيارة أمين سر الأقدم رأس أركان الجيش والاطلاع على البنية التحتية وإعادة تأهيل مديرية الحسابات العسكرية منذ التحاقي في 10/5/2017 ولحد الآن. تم تقديم الإيجاز في قاعة المؤتمرات وتم زيارته لكافة مرافق المديرية وتقديم الملاحظات الإيجابية والسلبية ونقاط اللي يمكن معالجتها، حيث طرح المعاضل والمقترحات بصددها، كما تم إطلاعه على مرفقات أقسام الحسابات لمقر المديرية وقسم حسابات وتدقيق المقر العام